أكد الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطية رياض درار أكد بأن اتفاق مسد مع حزب الإرادة الشعبية اخترق كل التشكيلات التي أقصي عنها ممثلو شمال وشرق سوريا بتدخل تركي. أحمد وزعيم الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير. سعي مجلس سوريا الديمقراطية إلى التواصل مع كافة القوى السياسية الفاعلة في الداخل والخارج بغية وضع حل للأزمة السورية ترجم على أرض الواقع بتوقيع مذكرة تفاهم مع حزب الإرادة الشعبية في العاصمة الروسية موسكو. اتفاق اخترق كل التشكيلات التي أقصي منها ممثلو شمال وشرق سوريا بتدخل تركي، بحسب ما أكده الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطية رياض درار. وأوضح درار أن الاتفاق يمكن أن يفتح الباب لمزيد من الحوارات مع فعاليات الثورة والمعارضة، وبالتالي يمكن لمسد أن يجد المكان والعمل المشترك مع فعاليات الحل السياسي الذي لا يمكن أن يتم ومكونات المنطقة مستبعدة عنه. الاتفاق أثار حفيظة النظام التركي الذي وجه عبر بيان لوزارة خارجيته اللوم لروسيا لرعايتها له، فيما أرجع درار رفض النظام التركي للاتفاق إلى فشل مشروع الأسلمة السياسية الذي يرعاه في المنطقة. وأشار رياض درار إلى أن مسد يستعد للمشاركة في فعاليات سياسية مع كل القوى التي تقبل رؤيته وتقبل المشاركة معه في الحل السياسي. البدء بخطوة جديدة نحو الحل السياسي في سوريا. لذلك ضمن هذا الإطار أقول بأننا نحن سعيد. أحمد وزعيم الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير أمين حزب الإرادة الشعبية عضو منصة موسكو للمعارضة السيد قدري جميل والرئيس المشترك للهيئة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية إلهام أحمد جاءت بدعوة من ومع التعاون والمساهمة في حل الأزمة السورية. بالتالي ما سنقوم به اليوم سيكون ضمن إطار توقيع هذه المذكرة. مرحبا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، سينضم إلينا للنقاش في هذا المحور بعد ثواني من فيينا السيد رياض درار الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطية لنبحث مع حضرته في كل التفاصيل وردود الأفعال التي حدثت. يبدو بأنه جاهزا سيد رياض، مرحبا. تحياتي لكم. شكرا لك. إذن ما أنجزتموه في موسكو يحسب لصالحكم وفق قولكم، لماذا؟ بالتأكيد هو إنجاز أولاً البيان أو المذكرة التي صدرت فيها بنود تتعلق بخطتنا الاستراتيجية للتواصل مع كافة القوى وللحوار مع كافة المجموعات. الوثيقة التي صدرت تضمنت نقاط أساسية في مسألة اللامركزية الديمقراطية، في مسألة الإدارة الذاتية، وأنها جزء مهم جدا يجب اعتباره على أنه إنجاز وأنه حاجة لسوريا من أجل تطبيق اللامركزية، إضافة إلى دور قسد لاحقا عندما يتم هيكلة الجيش السوري والاعتراف بالمكونات اعترافا دستوريا ومشاركتها، ثم نحن مع الآخرين نعمل على الحل السياسي وفق القرار 2254 وبيان جنيف. في كل هذا نحن نكون قد أنجزنا إنجازاً جيداً بإطلاق أفكارنا المتفقة مع بعض هو المعارضة والذين يعملون على الحل السياسي. طيب خليني أنقل لك أيضاً بعد ما بعض ردود الأفعال حول هذا حول تفاصيل الاتفاق بينكم وبين حزب الإرادة الشعبية. البعض قال أقصيتم بعض المكونات، البعض علق على موضوع الجيش السوري، وبالتالي هل من إيضاح أكثر لأبرز البنود فيما يخص هذا الاتفاق سيد رياض؟ لم يتم يعني إقصاء أي من المكونات، لقد ذكر كافة المكونات وإن كان لم يتم تسميتها، لأن هذه وثيقة ليست يعني لا تأتي على كل التفاصيل. الوثيقة تعطي إشارات، وهذه الإشارات فيما بعد يتم متابعتها خلال دراسة التفصيلات. نحن أعطينا الملامح الرئيسية لضرورة العمل المشترك مع كافة القوى، ودائما لا تعطى الإشارات من أجل مزيد من التفاهمات والتواصل، لأن القوى الأخرى لديها أفكار ولديها
يعني مرتكزات يجب أن نراعيها في الاتفاقات، لأنه دائما في السياسة يمكن عندما تتفق مع آخرين أن تتنازل في بعض الجزئيات وأن تكسب في جزئيات أخرى، هذه طبيعة السياسة وطبيعة التفاوضات. في مسألة الجيش السوري، نحن نتحدث عن الجيش السوري بعد إعادة الهيكلة، ويجب أن يكون لسوريا جيش واحد موحد يحمي الحدود، لذلك طلبنا أن يكون لقسد دراسة خاصة بحيث أنها تكون جزءا من هذا الجيش في تشكيلاته وفي تفصيل العمل اللاحق. هذا يتم أيضا بين المختصين دراسته، وليست يعني من اختصاصنا نحن كسياسيين. سوف يتم دراسة إعادة هيكلة الجيش السوري في إعادة تفعيل كافة الفعاليات والوزارات والمؤسسات. ماذا تنتظرون من هذا الاتفاق؟ أولا، هذا الاتفاق مفتاح جرى فيه التفاهم على أفكار نحن نرددها دائما. بعض القوى السياسية والمعارضة كانت لا تقبل بهذه النقاط التي تم الاتفاق عليها في البنود الخمسة في المذكرة. الآن نحن أطلقنا هذه الروحية، لدينا مع حزب الإرادة وهو قائد في منصة موسكو متفقات، لذلك يستطيع هو أن يتبنى هذه الأفكار ويطرحها في جزئيات العمل السياسي في فعالياته، سواء في هيئة التفاوض أو في اللجنة الدستورية أو في أي فعاليات. ومنصة موسكو تدعمها موسكو بالتأكيد، وبالتالي فنحن ننتظر من موسكو أن تدعم هذه الورقة سياسيا لتعطيها بعدا ومدا فاعلا في العملية السياسية. سؤال هنا سيد رياض، ما دور روسيا في هذا الاتفاق؟ الاتفاق جرى بين الطرفين دون أي مؤثرات خارجية، باستقلالية تامة من قبلكم ومن قبل حزب الإرادة الشعبية؟ نحن متأكدون من استقلاليتنا وموقفنا، وتفاصيل أصلا المحادثات لها 3 أشهر كما تعلمون، لم يجري أي نوع من أنواع التسريب حولها. ورفاقنا أيضا في الإرادة الشعبية، وبالأمس صرح الدكتور قدري جميل أن أحدا لم يتم إعلامه في تفاصيل هذه الورقة، وأنها قد أعطيت للجانب الروسي بعد الاتفاق من أجل أن يتم الموافقة على عقد المؤتمر الصحفي في موسكو، لأنه لم يكن هناك أرض أخرى نستطيع أن نقيم فيها هذا اللقاء وهذه هذا المؤتمر الصحفي. ومشكورة موسكو استقبلت هذا الوفد، وقمنا بالمؤتمر الصحفي لإطلاق الوثيقة، وتم بعد ذلك لقاء مع يعني أعلى قيادة سياسية في الخارجية الروسية. نقطة أخرى حول روسيا سيد رياض، ماذا تنتظرون منها تحديدا؟ روسيا لها دور أساسي ومهم في فعاليات الحل السياسي، هذا الكلام متفق عليه، هي عضو في مجلس الأمن، يستطيع أن يأخذ قرارات فاعلة وأن يدعم ويدفع قرارات أخرى. ونحن ننتظر من موسكو أن يتم التوافق مع بقية القوى المتدخلة في سوريا لتدفع بالحل السياسي، وأن نكون نحن من المشاركين فيه. هذا الاتفاق في الحقيقة أزعج أنقرة وأصمت دمشق، كيف تتابعون ردود الأفعال هذه؟ دمشق يعني كانت تنتظر نتائج هذا اللقاء لتقرر موقفها، وبما أنه يطلق من موسكو فهي لا تستطيع أن تقف بوجه هذا الاتفاق، لأنها بالنتيجة تعرف أن موسكو ما دامت قد استقبلت هذا الوفد فهي موافقة على فعالياته. أما بالنسبة لأنقرة فهي تقف ضد أي مشروع نحن نكون مشاركين فيه، هي لديها موقف ضد مشروع الإدارة الذاتية وضد مشروع الفعاليات المؤسسية في المنطقة، وهي تنظر أيضا إلى المنطقة بعين يعني تحاول من خلالها اجتزاء جزء من هذه المنطقة تحت أي صيغة، وتعتقد أن حاجة الدول الكبرى أمريكا وروسيا إليها تدفعها دائما لأن تكون ورقة سياسية ضاغطة ضد مشروعنا، كما تفعل في الفيتو التركي المستمر ضدنا من أجل أن نكون مشاركين في فعاليات الحل السياسي. الآن كما قلت
نعمل على اختراق هذه الحالة. فإذا أرادت تركيا أن نفاوضها نحن مستعدون للذهاب إلى أنقرة ونفاوض حول حقيقة الدور التركي وفعالياته بشكل واقعي ومنطقي، ونحن نقدر مصالح الدول ولكن لا نقبل أن سارع الوفد التركي في الحقيقة للوصول إلى موسكو بعدكم سيد رياض. ألا تتوقعون أن يؤثر الانزعاج التركي على أي دعم روسي متوقع كما تفضلت وتودون حيال الاتفاق وحيال دوركم؟ يعني نتوقع كل شيء نحن، وأعتقد أن من صالح تركيا أن تعرف أننا نعمل من أجل حل سياسي في سوريا، ونحن لا نتدخل في السياسة التركية ولا نؤثر عليها، وعلى تركيا ألا تكون منزعجة من هذا الاتفاق. وأعتقد أن موسكو أخذت هذا الأمر عندما اعترضت وأصدرت بياناً، أو تدخلت تركيا قبل أن يذهب الوفد، أخذت هذا الأمر بطولة بال وتنتظر مشاورات من أجل يعني ربما يتم توافقات حول ما جرى من صيغ وإعلانات ومواقف، لأن روسيا أصبح لديها تصور أوسع حول موقفنا وحول دورنا السياسي والفعلي من أجل وحدة سوريا ومصلحة سوريا والحل السياسي في سوريا. طيب، عندما نتحدث عن روسيا بالضرورة يجب أن نأتي على ذكر أمريكا، وهي شريكة استراتيجية لقسد في مكافحة الإرهاب. هل من موقف واضح لها في حيال هذا الشأن سيدة رياض؟ أمريكا لديها مصالح في مناطقنا وفي سوريا، وهي قامت معنا بعمليات تحرير المنطقة وساعدتنا بشكل فعال جدا لنخلص من داعش، وما زالت مستمرة في دعمنا. وبالتالي فإن الدور الأمريكي نحن نقدره، ونقدر أن لأمريكا فعالية أساسية في الحل السياسي السوري. لا يمكن أن يتم الحل السياسي السوري بدون وجود أمريكا، ولذلك نحن نعمل بتوازن مع القوى المتدخلة في سوريا حتى نكون نقطة ضبط واستقطاب وإدارة عملية متوازنة مع الجميع، لعلنا نستطيع أن نوصل الحل السياسي السوري الذي لا يمكن أن يتم إلا بتوقيع هذه الأطراف القوية. في دقيقتين المتبقيتين سيد رياض، اليوم لكل من ينتمي لمنطقة شمال وشرق سوريا من السوريين أو من لكل المناطق السورية بشكل عام، يقال بأن ما قمتم به وحزب الإرادة الشعبية يعتبر بداية الحل السياسي في سوريا ككل. هل بالإمكان أن تشرح لنا اليوم أهمية كل ما قمتم به؟ وأيضا يعني عفوا للمقاطعة، وأيضا لمن يسمعنا من السوريين، ما الذي يعنيه ما قمتم به؟ تفضل. كل منصف، كل من ينظر إلى المسألة بواقعية وبعين المنطق يقول أن ما أنجز هو عمل متقدم جدا لصالح الحل السياسي في سوريا، ثم إنه أعلن أوراقا اتفقنا مع حزب الإرادة عليها، هي أوراق مهمة جدا يمكن أن يتضمنها الدستور السوري، الذي يمكن بإدراج هذه النقاط يمكن أن يستوعب كل الحالات التي هي موضع خلل في إدارة المنطقة، في إدارة الفعاليات السياسية، في الصراع المتحكم بالمنطقة. كل هذا نحن نظرنا إليه باختصار وباجتزاء يمكن أن يتم شرحه في لقاءات أخرى. لذلك نحن تلقينا أيضا من أطراف معارضة سورية التهنئة على هذا الإنجاز، وأعتقد أنه يمكن أن نتقدم مع كثير من القوى للوصول إلى توافقات حول هذه النقاط. وبالتالي نعتقد أن مذكرة التفاهم هذه هي ورقة أساسية أولى لإطلاق فعاليات سياسية متقدمة لاحقا، قد نكون نحن جزء أساسي في المشاركة فيها وفي إدارتها والتقدم مع الآخرين بها. للحديث بقية طبعا. جزيل الشكر على كل هذه الإيضاحات من فيينا السيد رياض درار، الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطية، شكرا جزيلا. بعد الفاصل إدلب وآخر المستجدات الميدانية والسياسية.